من إذاعة الجزائر الدولية، أهلا بكم في برنامج من قضايا الساعة. عقب انضمامها كعضوة دائمة إلى محكمة العدل الدولية لاهاي، رفعت فلسطين الأسبوع الفارط أثقل ملف لديها عن طريق تصويت الجمعية العامة الأممية، وهو ملف الاحتلال الإسرائيلي. لمناقشة هذا الموضوع معنا من رام الله فلسطين المحتلة الدكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة. دكتور، أهلا بك. أهلا بكم وتحياتي لكم وللأشقاء في الجزائر دوما، الأخوة الأحباء والبلد الكريم والشقيق والقريب على القلب. الشكر لك وتحية لكل أشقائنا الفلسطينيين. إذن اللجنة الرابعة للجمعية العامة للأمم المتحدة والمتخصصة بإنهاء الاستعمار أحالت ملف الاحتلال إلى منظمة أو محكمة العدل الدولية. سيدي الفاضل، نبدأ بالإجراء القانوني قبل الدبلوماسي، كيف سيتم هذا معالجة هذا الملف قانونيا؟ يعني في الواقع بداية، هو لأنه كما تفضلتم هو ملف قانوني، لذلك هناك أهمية كبيرة أن تتم إحالة هذا الملف من الأمين العام إلى مسجل محكمة العدل الدولية في لاهاي، بالإضافة إلى دوسيه كامل يحتوي على القضايا التي تطرق لها السؤال المحال إلى محكمة العدل الدولية حول ماهية وجود هذا الاحتلال الاستعماري من ناحية قانونية، وأثره على حق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، والممارسات والجرائم التي يرتكبها هذا الاحتلال طويل الأمد ذو الصفة الاستعمارية، والذي يرسخ منظومة من الفصل العنصري من خلال سياسات بشعة كالاستيطان والاستعمار الاستيطاني والضم، ومحاولات تغيير مكانة ووضع مدينة القدس المحتلة، وبالإضافة إلى السياسات التمييزية التي يضعها الاحتلال على الشعب الفلسطيني. بمعنى كلها قضايا قانونية بحاجة بأن تبت فيها المحكمة، ولكن قبل ذلك يحيل الأمين العام هذا السؤال إلى المحكمة من خلال دوسيه فيه مجموعة من القرارات والمخزون القانوني الذي اعتمدته فلسطين والمجتمع الدولي على مدار الأعوام الماضية، بما فيها الرأي الاستشاري للعام 2004 حول عدم شرعية الجدار، القرارات التي تتحدث عن القدس، القرارات التي تتحدث عن عدم شرعية الاستيطان وانطباق اتفاقيات جنيف الأربعة على الأرض الفلسطينية المحتلة، السياسات التمييزية ونقل بعض الدول لسفاراتها بشكل غير قانوني إلى مدينة القدس، القوانين التمييزية التي اعتمدتها إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال والتي صدر بمواجهتها عدد من قرارات من مجلس الأمن، وربما أهمها قرار 476 478 وآخرها قرار 2334 لمجلس الأمن. كل هذا الملف بما فيه التقارير الأممية الهامة التي تتحدث عن عدم شرعية الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين، ومخرجات القانون الدولي تحال إلى محكمة العدل الدولية. محكمة العدل الدولية بدورها تقوم بدراسة جدولها بناء على الإجراءات واجبة الاتباع، وعندها تحدد المرافعات المكتوبة، وبعد ذلك الشفهية إلى حين أن تصدر رأيها وفتواها القانونية حول هذا الاحتلال الاستعماري وواجبات الدول بشكل عام. حسب جدول المحكمة سوف يتضح معنا في الوقت المحدد الذي سوف تأخذ كل هذه المداولات. نعم، متى ستصدر رأيها محكمة العدل الدولية؟ كم يعني نحن كما تعلمون نحن ننظر بأهمية أن يصدر رأيا استشاريا كافيا وافيا يوصف هذا الاستعمار ومنظومة الأبرتايد الاستعماري الإسرائيلي في أرض فلسطين، أن يوصف بشكل صحيح وأن يكون مؤسس له على أساس قانوني. يعني نحن لا نعلم بالضبط كم ممكن أن يأخذ ذلك وقتا، ولكن إذا درسنا الحالات السابقة للأراء الاستشارية، هناك عديد من الأراء الاستشارية التي قدمت إلى محكمة العدل الدولية وتراوحت
ما بين 3 أشهر ربما إلى عام أو من هذا القبيل. نحن نريد أن ننجز هذه القضية بشكل سريع، ولكن بنفس الوقت بشكل احترافي، وبشكل أن يكون مخرجات قابلة للتطبيق والتعامل فيها من أجل جلب هذه المنظومة الاستعمارية إلى العدالة الحقيقية. نعم، قانونيا لا يمكن أن تؤثر دولة الاحتلال والولايات المتحدة الأمريكية على قرار محكمة لاهاي في هذا الإطار؟ والله لا نعتقد ذلك، لأنها محكمة شفافة، محكمة نزيهة، محكمة تعتمد القانون الدولي، وهي أهم جسد قضائي دولي في العالم، تعتمد على استقلالية القضاء وعملهم المهني والواضح. ثانيا، الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل كانوا السلطة القائمة بالاحتلال، كانوا قد هاجموا هذه المحكمة سابقا واتهموها اتهامات باطلة، وحتى يعني إدارة ترامب البائدة وضعت مجموعة من العقوبات على محكمة العدل الدولية في واقع الأمر. الآن تغير الأمر ربما في ظل إدارة الأمريكية بوجود بايدن، ولكن الهجوم الأمريكي موجود على هذه المحكمة، وخاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية حاولت، هي وإسرائيل وبريطانيا، وفشلوا في ألا يتم اعتماد القرار. لذلك لا نعتقد بأنه سيكون لهم دور، ربما سيقدموا مرافعات ضد الطلب الفلسطيني، وهذا ما حصل في 2003 عندما حصلنا على طلب بإحالة رأي استشاري إلى محكمة العدل الدولية آنذاك، وقدموا مرافعات ضد الطلب الفلسطيني، ولكن المخرجات كانت ممتازة، مخرجات محكمة العدل الدولية متسقة مع قواعد القانون الدولي، مع الإجماع الدولي، وتجاهلت كل هذه الهرطقات والهلوسات التي قدمت لها من إسرائيل ومن بعض الدول التي كانت ترفض أن يتم التطرق إلى قضية الجدار في محكمة العدل الدولية. نعم، بمعنى أنه الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الإطار لا يمكنها استعمال الفيتو؟ طبعا لا تستطيع أن تستعمل الفيتو، لأن القرار قد أنجز، القرار أحيل إلى محكمة العدل الدولية من واحدة من أهم مؤسسات الأمم المتحدة، وهي الجمعية العامة، وهذا عمل بالإجراءات واجبة الاتباع. هناك طرق عديدة لإحالة رأي استشاري، إما من مجلس الأمن أو الجمعية العامة أو أي من المؤسسات الأممية المختصة بإحالة هذا السؤال. هذا السؤال أحيل دون أن يفعل الفيتو الأمريكي ما يفعله، لذلك لا يوجد فيتو أمريكي على عمل محكمة العدل الدولية، وهذا جزء من استقلال وشفافية عمل هذه المحكمة. نعم، سيدي الفاضل عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، إنجاز دبلوماسي كبير لدولة فلسطين في هذا الإطار دبلوماسيا. الآن قبل سماع رأي منظمة العدل الدولية، ماذا تفعلون دبلوماسيا؟ يعني دبلوماسيا هناك حراك دبلوماسي هام. أولا لنقول بأن هذه المحكمة هي محكمة قانونية، ويجب عليها أن تعمل في إطار الولاية المناطة لها من خلال الميثاق الخاص بالأمم المتحدة وميثاق عمل محكمة العدل الدولية. لذلك نحن نتجه نحو مجموع الدول، وقلنا لمجموع الدول الذين نعمل معهم ومن خلال سفرائنا ومن خلال سفرائهم هنا ومن خلال المجموعة العربية بما فيها الأشقاء في الجزائر، عندما احتضنوا القمة العربية، وكانت إحدى أهم مخرجات القمة العربية في الجزائر هو دعم المسار القانوني لدولة فلسطين ودعم العضوية الكاملة لدولة فلسطين. لذلك نحن نعمل الآن مع دول المجتمع الدولي كي يقدموا مرافعات مكتوبة حول عدم شرعية الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي، وحول إيجاد آليات فاعلة من أجل إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري ورفع الحصانة والحماية من العقاب التي تحظى بها إسرائيل الطفلة المدللة والسلطة القائمة بالاستعمار في أرض دولة فلسطين. كي إسرائيل منذ 75 عاما من اضطهاد الشعب الفلسطيني واحتلالها للضفة الغربية والقدس منذ 55 عاما لم تساءل يوما على إحدى جرائمها. لذلك نحن نعمل مع دول المجتمع الدولي أن يكون لهم مدخلا ومرافعات مكتوبة وشفهية أمام محكمة العدل الدولية
حول طبيعة هذا الاحتلال الاستعماري بحيث أن نصل جميعا إلى ما نريده من رأي استشاري ناضج يوصف هذه الحالة غير القانونية وواجبات الدول للتعامل معها. نعم، القرار الجمعية العامة يعني تم هناك تصويت 87 صوت واعتراض 26 دولة وامتناع 53 دولة عن التصويت من بينها دول مسلمة. هل الدبلوماسية الفلسطينية لم تتحرك أكثر؟ نعم لا نعم، نحن تحدثنا وتحركنا من خلال الأشقاء العرب أولا ومن خلال دول التعاون الإسلامي، تلك الدول التي غيرت تصويتها. هي في واقع الأمر هي تسيء إلى المنظومة الدولية وتسيء لنفسها في الأول عندما تغير تصويتها بين اللجنة الرابعة وبين الجمعية العامة. هذا له أثر كبير على وضع الوضع الدولي ووضع المنظومة الأممية. لذلك أرسلنا رسائل عديدة، وزير الخارجية خاطب الدول بعد أن تم وضع مجموعة من العقوبات، ما سمي بالعقوبات حقيقة هي جرائم ضد الشعب الفلسطيني، لأننا توجهنا إلى محكمة العدل الدولية وقلنا أن الدول التي صوتت ضد والتي امتنعت عن التصويت هي في واقع الأمر تشجع هذه المنظومة الاستعمارية على المضي قدمها في برنامجها المتطرف والفاشي التي وضعت الحكومة الحالية المتواجدة على هرم المؤسسة الأمنية والسياسية والعسكرية في إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال. هذا العمل دوما نعمل ونقوم به بشكل مباشر، ونطلب الدول أن تتراجع عن ما قامت به بتصويتها السلبي وأن تنخرط معنا في عملية نحو محاسبة هذا الاحتلال الاستعماري. نعم، إذن محكمة العدل الدولية ستعمل بالمادة 65 من النظام الأساسي لديها، كيف ستكون أشغال هذه المحكمة؟ هل سيكون هناك حضور لدول أم سيكون قرار ورأي منفرد؟ لا بالطبع هي محكمة دول، لذلك هي ليست كمحكمة المحكمة الجنائية الدولية تستطيع أي من المنظمات المجتمع المدني أو أي من الضحايا أن يقدموا مرافعاتهم أمام هذه المحكمة. هذه محكمة دول، لذلك فقط الدول والمجموعات التي تنتمي لها الدول هي التي تستطيع أن تقدم مرافعاتها ومداولاتها، بمعنى فقط دول الأمم المتحدة هي التي تستطيع أن تقدم المرافعات المكتوبة والشفهية، ومنظمات مثل جامعة الدول العربية أو منظمة التعاون الإسلامي أو الأفريقية أو الاتحاد الأوروبي هم من يستطيعوا أن يقدموا مرافعات أمام هذه المحكمة. نعم، نعلم أنه الملف الذي تقدمت به فلسطين هو يخص الأراضي المحتلة منذ عام 67، وهي تشمل كل من الضفة الغربية، القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة. كذلك ماذا يحتوي هذا الملف؟ يعني هذا الملف أعتقد سوف يعيد القضية إلى رحم الأمم المتحدة والقرار 181 الذي الظالم تاريخيا للشعب الفلسطيني والذي قسم فلسطين بشكل ظالم حقيقة، سيعود إلى ذلك التاريخ، لأنه منذ ذلك التاريخ إلى هذا اليوم وإسرائيل تتنصل من واجباتها كاستعمار، تتنصل من أنها تقوم باضطهاد شعب كامل، تتنصل في روايتها الزائفة بوجود الشعب الفلسطيني، وهذا كله سيتم ضحضه بشكل أو بآخر. نعم صحيح، نحن نتحدث عن الاحتلال الاستعماري للأرض الفلسطينية المحتلة وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وكذلك قطاع غزة الحديد، ولكن في نفس الوقت هناك قضية هامة، السياسات التمييزية التي تمنع حق التقرير المصير للشعب الفلسطيني، بمعنى هذا القرار سوف يتطرق إلى أبناء شعبنا من اللاجئين في الشتات وحرمانهم من حقهم الرئيس غير القابل للتصرف، حق تقرير المصير والعودة إلى ديارهم، بمعنى أنه سوف يذهب إلى ما هو أبعد من الأرض الفلسطينية المحتلة في عام 1967، سيذهب إلى عدم إعطاء اللاجئين الفلسطينيين لحقوقهم. هذا على الأقل ما نعد له من أوراق ومن تفاصيل من أجل تقديمها كمرافعات أمام محكمة العدل الدولية. نعم، بخلاف ذلك أنه دولة الاحتلال الإسرائيلي هي تقوم بإصدار قوانين داخلية منها قانون المواطنة، وهو ما يتماشى مع ما تفعله فلسطين. قانون المواطنة يعطي الولاء لدولة الاحتلال وإلا سيتم طرد الفلسطينيين.
نعم نعم هذا دقيق، وهم علموا تماما بأن الشعب الفلسطيني لن يولي بالولاء لهذه القوة الاستعمارية، وأن الشعب الفلسطيني عليه واجبات في مواجهة هذه المنظومة الاستعمارية، لأنها منظومة احتلال واستعمار تنتهك كافة حقوقه المشروعة للشعب الفلسطيني. هذا واضح، نحن هنا موجودون في هذه الأرض أصحاب الأرض الأصليين، نحن نواجه هذا الاحتلال الاستعماري، ولن يقدم أي فلسطيني هذا الولاء. لذلك تحدثنا عن عدم شرعية هذا الاحتلال، لأنه احتلال يريد ضم الأراضي ويريد ترحيل قصرا للشعب الفلسطيني من خلال السياسات التمييزية التي أشرتم لها، من خلال ما سمي بقانون المواطنة وقانون الأساس ليهودية الدولة وكل هذه القضايا. في حالة إصدار محكمة العدل الدولية رأي إيجابي في على الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين، كيف سينفذ؟ هل ينفذ مباشرة أم ستتماطل إسرائيل في تنفيذ القرار وتضرب القوانين الدولية عرض الحائط كما سبق؟ يعني نحن لا نريد أن نحرق المراحل في واقع الأمر. كإجراء قانوني نحن نتحدث كإجراء قانوني وليس دبلوماسي. نعم. قرار المحكمة الرأي الاستشاري للمحكمة هو رأي قانوني ملزم. صحيح أن ليس لديه آليات للتنفيذ، وهذا يضع علينا كدبلوماسية فلسطينية وكعرب وكمسلمين وكدول عدم الانحياز واجبات بإيجاد الآلية الملائمة كي نعمل على تنفيذ مخرجات محكمة العدل الدولية، وهذا ما تحدثت عنه في المراحل القادمة سوف يتم نقاش هذه القضايا كيف يتم تنفيذ الرأي. لذلك لا تحدثت أننا لا نريد أن نحرق المراحل، لأن هناك حراك متكامل ما بعد صدور القرار. إذن هناك ثلاث مراحل: الإعداد للقرار، العمل على المرافعات وتقديم المرافعات، وثم ماذا سنفعل بعد صدور القرار. هناك ثلاث حركات متوازية بحاجة إلى إعداد كبير، ليس فقط فلسطينيا ولكن عربيا وإسلاميا وكدول عدم انحياز ودول أخرى من دول المجتمع الدولي التي تعتقد بأن القانون الدولي ما زال أداة قابلة للتطبيق وقابلة لأن تكون أداة من أدوات حل الصراعات والنزاعات. نعم، دولة الاحتلال مباشرة بعد إحالة الجمعية العامة ملف الاحتلال الإسرائيلي لفلسطين إلى محكمة العدل الدولية قامت برد فعل، من بينها فرض عقوبات على الدبلوماسية الفلسطينية وكل من يتكلم حول هذا الموضوع. نعم صحيح، ولكن هذه ليست هي المعضلة. الإسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال ليست صفة أو جهة ذات أخلاق في واقع الأمر، هو احتلال استعماري لا أخلاق له ولا احترام لما يقوم به، بمعنى أنها ليست ذات مصداقية حتى أمام المجتمع الدولي، ولا يحق لها أن تضع عقوبات على الشعب الفلسطيني بشكل أو بآخر. ولكن هي قوة احتلال، هي تنتهك، هي تقتل ميدانيا، يعني قوة احتلال تعدم أطفال فلسطينيين، هل ينتظر منها أنها سوف تقدم شيء إيجابي للشعب الفلسطيني؟ بالطبع لا. صحيح هي تحدثت أنها وضعت مجموعة ما سميت بالعقوبات، نحن نقول هي استمرار للجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، لأنها تحرم الشعب الفلسطيني من أموال المقاصة، من أمواله، تسرق أمواله، تمنع الشعب الفلسطيني من البناء على أرضه في المناطق ما يسمى جيم. والقضية الأخيرة هي وضع بعض المعيقات أمام الدبلوماسية للتنقل والسفر، رغم أنها التزامات على سلطة الاحتلال، نحن رميناها خلف ظهرنا، وهذا موضوع يعني لم يوقفنا دقيقة ولا وهلة عندما تم سحب التصريح الخاص بالشخصيات الهامة من وزير الخارجية، رماها وتحرك سريعا نحو الوطن عائدا دون النظر إلى هذه، كي لا يفرح الإسرائيلي بأنه قد قام بعقوبة على المسؤولين الفلسطينيين. الأخطر هو ما يقومون ضد أبناء شعبنا من إعدام ميداني وهدم منازل واعتقال تعسفي، هذا هو الأخطر الذي نواجهه نحن حقيقة. وقضية سرقة أموالنا التي نحن خاطب وزير الخارجية بالمناسبة نظراءه في كل دول العالم من أجل أن يأخذوا خطوات نحو ما قامت به إسرائيل من مجموعة من العقوبات والجرائم
بسرقة أموال المقاصة ومنعنا من البناء في المناطق جيم، وقلنا للدول التي صوتت ضد وامتنعت أن تصويتكم ضد والامتناع على قرار محكمة العدل الدولية هو الذي شجع هذه المنظومة غير القانونية بأن تتمادى في عقوباتها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، العقوبات الجماعية هنا أقصد. نعم، أنتم تلاحقون إسرائيل في عدة قضايا تخص حقوق الإنسان، من بينها الجرائم البشعة التي ترتكب في حق الأطفال، وكذلك في حق العزل من الفلسطينيين، وهناك كذلك قضية صحفية قناة الجزيرة شيرين أبو عقلة. أين وصلت؟ يعني في آخر لقاء لنا مع المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية تحدثنا مباشرة مع المدعي العام بأنه يجب أن يذهب مباشرة في التحقيق لمساءلة وجلب مجرمي الحرب الإسرائيليين الذين سهلوا للجندي الجبان بإطلاق الرصاص على الشهيدة شيرين أبو عاقلة، وسلمنا ملفات تظهر بدون أدنى شك بأن هذه المنظومة المجرمة هي التي تسمح بإعدام الصحفيين أثناء أداء مهامهم. وتحدث المدعي العام بأنه يريد أن يزور فلسطين، ووجهنا له دعوة وأكد زيارته إلى فلسطين هو والفريق الخاص بالتحقيقات إلى فلسطين لنلتقي هنا بفلسطين وليسمع من كل الضحايا هذه الجرائم. نحن نتابع هذه الملفات، نحن والمجتمع المدني، وكذلك قناة الجزيرة كانت قد قدمت بلاغا كذلك هي من خلال محامين دوليين واتحاد الصحفيين الدوليين. نحن نعمل يد واحدة من أجل جلب مجرمي الاحتلال الاستعماري الإسرائيلي إلى العدالة الدولية في أي منبر نستطيع من خلاله أن نقدم قضيتنا بشكلها العادل والصحيح لجلب هؤلاء المجرمين إلى العدالة، وصولا إلى تفكيك هذه المنظومة غير القانونية القائمة في أرض فلسطين. هل يتجاوب الطرف دولة الاحتلال مع محكمة لاهاي؟ القضية هو لا يتجاوب مع أي آلية دولية، لأنه عادة المجرمين يهربون من العدالة يعني ولا يتعاملوا مع العدالة الدولية، ولكن المحكمة الجنائية الدولية لديها أدوات لتنفيذ قراراتها، وهذا ما نعتمد عليه، هذا ما نريد أن نصل له، بالإضافة إلى دور الدول تلك التي تتغنى بأنها دول قانون دولي وحقوق إنسان ومعايير حقيقية، تلك الدول التي تستخدم المعايير المزدوجة وتتباكى على أوروبا الشرقية وما يحصل بها الآن في أوروبا وتغمض عيونها عن ما يحصل ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هذه الدول نضعها أمام مسؤولياتها وواجباتها عندما يحين وقت جلب مجرمي العدالة، مجرمي الحرب الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية. سنرى عندها مواقف هذه الدول وكيف أن عليها أن تلتزم بالميثاق روما التي أسسته منذ أكثر من 20 عاما كي تجلب مجرمي الحرب إلى العدالة الدولية. هذا تحدي كبير للمنظومة الدولية. فلسطين هي الاختبار الحقيقي للعدالة الدولية، ولا يوجد عدالة دولية دون أن يتم فيها تنفيذ على الأرض الفلسطينية المحتلة وعلى الشعب الفلسطيني. نعم، الدكتور عوض الله مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة، هل هناك ملفات أخرى سترفعها فلسطين مستقبلا ضد الانتهاكات الإسرائيلية؟ نحن لن نتوانى لحظة بأن نرفع أي جريمة ترتكبها إسرائيل إلى أي جهة دولية قادر على جلب هؤلاء المجرمين العدالة، لن نتوانى عن ذلك. هذا واجبنا، هذا ما وعدنا به شعبنا، وهذا ما نقوم به بالفعل دون مواربة ودون تأخير ودون تأجيل أو دون مماطلة. هدفنا إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري بكل الأدوات المتاحة لنا بما فيها المسار القانوني الذي اعتمدته القيادة الفلسطينية. نعم، ننتقل إلى حكومة بنيامين نتنياهو، الحكومة المتطرفة والتي تصيغ قوانين وقرارات ضد الفلسطينيين، من بينها دعمها الأخير لعمليات اقتحام المسجد الأقصى، وكان هناك وزير إسرائيلي قام بعملية استفزازية مثل ما قام بها شارون. هل تعتقد أنه
المسؤولين الحاليين في دولة الاحتلال هم يقومون بعمليات استفزازية من أجل تأجيج الوضع في الشرق الأوسط؟ يعني بالإمكان إطلاق ذلك على هم يقوموا بتنفيذ برنامجهم الإجرامي الذي وضع لحكومة الاحتلال الاستعماري. صحيح أن فيها جوانب استفزازية، ولكن هم يقوموا بجرائم ضد أبناء الشعب الفلسطيني. هم يريدوا أن يشعلوا المنطقة، ويعتقدوا أنهم بزيارتهم إلى القدس التي تعتبر خطا أحمرا ليس فقط لفلسطين ولكن للمجموع العربي وللمجموع الإسلامي وللمجموع المسيحي ولكل الدول التي لها موقف واضح من قضية القدس، باعتبارها أولا أنها مدينة محتلة وهي مدينة فلسطينية محتلة، ثانيا أنها واحدة من قضايا الحل النهائي، ثالثا يتخضع لمجموعة كبيرة من قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة. خط أحمر القدس، هؤلاء جاءوا يعتقدوا أن إشعال القدس فقط ينتهي عند الفلسطيني وعندما يواجه الإسرائيلي. لا، هناك سوف تشتعل المنطقة كلها وربما العالم، لذلك كان هناك ضرورة لإدخال مجلس الأمن على هذه المغامرة التي قام بها المتطرف والفاشي بن غفير عندما ذهب إلى القدس ودنس المسجد الأقصى بشكل أو بآخر. لذلك كان هناك مهم، لأن القدس قضية أمن وسلم دوليين لا يمكن التهاون بها. هم يحاولوا أن يشعلوا حربا دينية في المنطقة لن لا يحمل عقباها، ونتائجها ستكون أبعد من فلسطين وإسرائيل، بل سوف تذهب إلى العالم كله، لأنه الوقوف الدولي مع هذه القضية شاهدناه كان إيجابيا نوعا ما في مجلس الأمن، والمواقف التي صدرت عن الدول بشأن تغيير الوضع القانوني التاريخي الراهن لمدينة القدس لا يمكن التلاعب فيه، ولم يسمح بالتلاعب فيه من هذه الحكومة الإجرامية الفاشية، حكومة إسرائيل ذات البرنامج الواضح والعنصري. نعم، بالنسبة للحفريات التي تقوم بها إسرائيل في محيط المسجد الأقصى، هل هذا الملف سيدرج قانونيا؟ يعني هذا الملف أدرج في عديد الجهات الدولية، يعني من اليونسكو، منظمة التعليم والثقافة والعلوم، باعتبار أن القدس المدينة القديمة هي مدرجة على لائحة التراث العالمي المهدد بالخطر. هذا أولا. ثانيا، المحكمة كذلك الجنائية الدولية تم الحديث في إحدى من بلاغاتنا بأنه جريمة حرب، محاولة تغيير المكان الفلسطيني، محاولة تغيير مكانة مدينة القدس وما يسمى بالقيمة الاستثنائية العالمية لمدينة القدس، وهذه جريمة حرب كذلك تعتبر، غير أن مجلس الأمن وغيرها من المؤسسات الدولية التي نذهب لها دوما كي لا يتم تخريب وتدمير الموقع الاستثنائي ليس فقط للفلسطينيين بل للعرب والمسلمين والمسيحيين، باعتبارها مكان خاص كموقع تراث عالمي ومكان للديانتين المسيحية والإسلامية، باعتبارها واحدة من أقدس الأماكن. نعم، قلت أنه هذه حكومة اليمين المتطرف هي تقوم بحرب دينية في المنطقة، وهو ما يزيدها اعتقاد بالوهم الديني لديهم في محيط المسجد الأقصى، وهناك زيادة في عملية الحفريات. هل تتابعون أو تراقبون هذا الوضع؟ نعم تماما، وأعتقد أن واحدة من أعمدة العمل الدبلوماسي الفلسطيني والقانوني حقيقة هو كشف زيف الرواية الكاذبة الإسرائيلية بأن لهم أي شيء. حتى المؤرخين الجدد الإسرائيليين واليهود وعلماء الأثار اليهود كذلك تحدثوا بأنه لا يوجد أثر واحد يوضح بأن كان لهم شيئا هنا في مدينة القدس. بالرغم من هذا كله نحن نقول أن هي منطقة مسجلة على لائحة العالم مهددة بالخطر. نعم. إذن يجب أن يبقى شكلها كما هو موجود الآن، بمعنى المسجد الأقصى المبارك وهو الحرم القدسي الشريف، ويجب عدم التلاعب مع هذا المكان ولا تغيير أو تزييف بشكله أو بمسماه كما تحاول بعض الدول أن تطلق عليه ما يسمى بجبل الهيكل.
هذا مرفوض فلسطينيا، مرفوض دوليا، مرفوض حتى بمعنى الرواية والثقافة العالمية، لأنه هذا تزييف للواقع الحقيقي، لأنه هذا المكان هو مكان أصيل للمسلمين. الحرم القدسي الشريف 144 دنما هي خالصة للمسلمين، كانت وستبقى، وهذا هو الحراك الذي نقود نحن مع الأشقاء العرب، وضمن الوصايا الهاشمية على المقدسات في القدس، ضمن العمل العربي المشترك، العمل الإسلامي المشترك، والعمل الدولي المشترك. نعم، بالنسبة لعملية السلام المتوقفة منذ سنوات مع حكومة اليمين المتطرف، هل هناك بوادر للتنسيق وكذلك بوادر لخفض التوتر الذي تقوم به هذه الحكومة بإشراف دولي؟ يعني نحن لدينا استراتيجية واضحة. نحن نريد إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري بأسرع وقت ممكن. هذا الاحتلال الاستعماري يعني كان لديه هو والحكومات السابقة بالمناسبة، يعني لا نرى أن هناك اختلافا شديدا ما بين الحكومات الإسرائيلية. لا يوجد حكومة إسرائيلية جيدة، كل سيء وأسوأ ومتطرف وأكثر تطرفا وفاشي. هذا هو الوصف الحقيقي للحكومات الإسرائيلية، وجميع الحكومات الإسرائيلية هي حكومات لا تريد لحق الشعب الفلسطيني في تقرير بسيط أن يتحقق، لا تريد لأن يكون هناك أي عملية سياسية بما فيها تفاوضية مع الشعب الفلسطيني، لا يريدون دولة فلسطينية، لا يريدوا الإنهاء الاستيطان الاستعماري في أرض دولة فلسطين. لذلك لا يوجد أسس للحديث مع هذه الحكومات، لأنها لا تعترف بالحق الأسمى للشعب الفلسطيني. لذلك عندما تصبح هناك جهة قادرة على أن تعترف بهذا الحق، بالإمكان عندها التفكير في الحديث مع هذه الجهات للعمل نحو إنهاء هذا الاحتلال الاستعماري. غير ذلك نحن نقول المجتمع الدولي، نحن نريد إنهاء هذا الاحتلال الإسرائيلي. المفاوضات والعملية السياسية ليس الهدف، هذه الهدف هو إنهاء الاحتلال، هذه عملية، هذه مسار. نعم. هذا ليس ملزما على الشعب الفلسطيني، لا يلزمني أحد بالجلوس مع أي جهة، خاصة هؤلاء المتطرفين الذين لا يمكنون حقي في تقرير مصير. هؤلاء شعارهم سيدي الكريم، شعارهم كان دائما هذه الحكومة الحالية على الأقل، الموت للعرب. نعم. هذا الشعار الأكبر الذي هذا سموتريتش وبن غفير عندما يخرجون في مسيرات في داخل الخط الأخضر، داخل الخط الأخضر يخرجوا بمظاهرات عنوانها الأوسع هو الموت والعرب، الموت للعرب. لذلك لا أعتقد أن هناك أي فرصة أو أمل للتعامل مع هذه الحكومة الفاشية. لذلك على المجتمع الدولي أن يذهب إلى المربع الصحيح من المعادلة، هو إيجاد آليات فاعلة لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي بأسرع وقت ممكن عن أرض دولة فلسطين، دون وضع شروط مثل التفاوض المسبق أو الجلوس المسبق أو أن يكون هناك تطابق. هذا كلام أعتقد نعم. يعني يؤخر ويؤجل العملية بشكل أو بآخر. نعم. وفي هذا الإطار، هل تعتقد أنه الأزمة الروسية الأوكرانية غيبت الملف الفلسطيني دوليا تقريبا؟ لا أعتقد ذلك. لا بالعكس، هي أوضحت قدر السياسات ذات المعايير المزدوجة، وأوضحت بشاعة المجتمع الدولي الذي يكيل بمكيالين، وأصبحنا يعني الملف الفلسطيني موضوع في على الطاولة دوما، ونحن لا نسمح لأحد بأن يتجاهل الموضوع الفلسطيني. نعم. بالعكس، الآن نتحدث عن 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 شكل من أشكال التفريق ما بين الضحايا والتفريق ما بين قواعد القانون الدولي والانتقائية في هذه القضايا. هذا هو الأساس حقيقة الأمر. نعم. بالنسبة للمساعي الدبلوماسية التي تعتزم أن تقوم بها دولة فلسطين، خاصة في ملف إحالة تعريف الاحتلال لمحكمة لاهاي، بالنسبة لأجندة الرئيس الفلسطيني محمود عباس وكذلك وزير الخارجية رياض الملك، هناك حراك دولي مع جميع الرؤساء ومع جميع النظراء وزير الخارجية بشكل شبه دائم من أجل أن تكون هذه القضية
أولوية على الأجندة الدولية، أولوية إنهاء الاحتلال الاستعماري، حقوق الشعب الفلسطيني، العمل العربي المشترك من أجل توحيد الجبهة الدولية الآن في مواجهة هذه الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، العمل العربي، العمل الإسلامي، دول عدم الانحياز، كل هذه الكينونة التي نعمل عليها الآن السيد الرئيس ومعالي وزير الخارجية ومع الأشقاء العرب بما فيها رئاسة القمة العربية الحالية، كل هذا الجهد كله يتمحور حول توحيد الجهود وإيجاد كذلك جبهة دولية رافضة لكل ما تقوم به هذه الحكومة الإسرائيلية وصولا إلى مساءلتها ومحاسبتها وتفكيك هذه المنظومة الاستعمارية في أرض دولة فلسطين. نعم سيدي، أنت مارست الدبلوماسية وفي الأمم المتحدة، هل تعتقد أنه مسألة القضية الفلسطينية، قصف الذي تعرضت له غزة، كذلك تشريد آلاف الفلسطينيين، هل هناك عليكم أنه مزيد من التحرك من أجل تشويه أو إعطاء الحقيقة حول صورة إسرائيل التي دائما عندما تقوم بأشياء تدفعها ضمن محاربة الإرهاب والجماعات المتطرفة؟ هذا طبعا في واقع الأمر أنه جزء أساسي من عملنا، وهناك لجان تحقيق دولية كما تعلمون نحن نعمل معها، ما في لجنة دولية التحقيق المستمرة في أجرام ترتكبها إسرائيل بما فيها ما حصل في غزة وغيرها من مناطق في الأرض الفلسطينية المحتلة. هذا ملف دائم وموجود على أجندتنا، لأنه غزة هي شق أساسي وقريب إلى القلب في فلسطين، لا يمكن يعني عدم وضع هذه القضية كواحدة من أولوياتنا. نحن نقول الأرض الفلسطينية المحتلة، القدس الشرقية وقطاع غزة والضفة الغربية، هذا هو الأساس في العمل، وكل جريمة ترتكبها إسرائيل وخاصة جريمة العدوان على قطاع غزة هي موجودة أمام محكمة الجنائية الدولية، أمام محكمة العدل، أمام كل الجهات الدولية الفاعلة التي تستطيع أن توصف هذا الاحتلال الاستعماري بصفته الصحيحة. نعم، أنتم كذلك تحدثتم عن تحقيق أو تطالبون بآلية تحقيق بيولوجي دولي في المستوطنات مؤخرا. نعم صحيح. نعم قلنا ذلك، وهذا جزء من نفس الرواية الزائفة الإسرائيلية، لأنه تحدثنا أن هنا وجدنا بعض الدلائل التي أكدت أنه في عام 1948 قامت العصابات الصهيونية بتسميم آبار المياه الفلسطينية باستخدام عوامل بيولوجية، وهذه الحكومة الحالية هم أحفاد أولئك المجرمين الذين قاموا بجريمة النكبة ضد الشعب الفلسطيني. لذلك قلنا لهم بأنهم هؤلاء المتواجدين داخل المستوطنات، نحن لا نستبعد أن يقوموا باستخدام أي عوامل بيولوجية ضد أبناء الشعب الفلسطيني، لذلك نريد آلية تحقق دولية أن تأتي لتحقق ما إذا كانوا يقوموا بإنتاج أي من العوامل التكسينية أو السامة أو البيولوجية. نعم صحيح. نعم ماذا تتوقعون لسنة 2023؟ هذا عام الرواية هذا عام الرواية الفلسطينية، عام تثبيت القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، ونتمنى أن يكون عام وضع الأسس الأساسية لإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري وعام المساءلة له. نعم، تحدثت قبل قليل عن القمة العربية التي احتضنتها الجزائر ووضعت فلسطين في صدارة الملفات العربية، وكذلك كان هناك حصل مصالحة بين الفصائل الفلسطينية في الجزائر، هل بدأت تظهر نتائج الوساطة الجزائرية والدبلوماسية الجزائرية؟ الأشقاء في الجزائر قاموا بعمل عظيم بجمع الأخوة الفلسطينيين. طبعا الوحدة الوطنية هي رافعة أساسية من أجل العمل الدولي. مواجهة هذه الحكومة الإسرائيلية الحالية بحاجة إلى أن يكون صفنا الوطني موحد وجميعا موحدين ضد هذا الاحتلال الاستعماري، والعمل الجاري كذلك. السيد الرئيس بعد كذلك القمة العربية وجه كذا دعوة إلى الأشقاء في كافة الفصائل
الفلسطينية من أجل أن يجتمعوا ومن أجل أن يضعوا آليات واضحة من أجل إنهاء هذه المصالحة على أسس التي وضعت في الشقيقة الجزائر. نعم هناك جهد موضوع، والآن أعتقد أن المعركة تحتدم مع الاحتلال ونحن بحاجة إلى هذه الوحدة. شكرا جزيلا لك دكتور عمر عوض الله، مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطينيين للأمم المتحدة ومتطلباتها المتخصصة. شكرا، كنت معنا من رام الله دولة فلسطين. كما أشكركم أيها السادة، شكرا لك. كما أشكركم أيها السادة الكرام على حسن المتابعة والإصغاء. إلى اللقاء.